السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم حمادة. هركب النهاردة إن شاء الله في عربية إلنترا سي إن 7 صباية بالجيم بتاعها، صباية نكماشي 1000 واط. نشوف مع بعضنا كده الصباية اهي، الصباية لسه نازلة جديد، دي ما بتاخدش مساحة خالص في الشنطة عشان الناس اللي كان نفسها تركب صباية وبتقلق من حكاية ان الصباية بتاخد مكان في الشنطة، لان الشنطة مثلا صغيرة. لا، دي ما بتاخدش مكان خالص، رفيعة خالص، سيمبل على الاخر زي ما انتم شايفين، رفيعة مش هتاخد اي مساحة من الشنطة، وهتديك سنة البيزل اللي بتبقى ناقصة في السماعة. هي راكبة كأنها مش موجودة في العربية خالص، وزي ما قلنا هتديك سنة البيزل اللي ناقصها في السماعة. صباية نكماشي 1000 واط، تمام، في سي ان 7 2021. احنا كده فكينا طبلوه من فوق اهو، ودي الفبراية اللي بتبقى تحتها فيش الكاسيت. ده الكهرباء هناخدها من البطارية، هناخد الكهرباء من البطارية، ولازم زي ما قلنا نقفلها صح. عشان خاطر ما يبقاش في حاجة، لان هنا الموتور بيسخن، فلازم نخلي بالنا ونقفل الكابل كويس عشان خاطر ما تحصلش اي مشاكل. ده الكابل ده بيجي من قدام من البطارية لغاية ما يوصل للصباية ورا في الشنطة، كابل الكهرباء اهو. شايفين بنعدي ازاي من حوالين البطارية، مش من الناحية التانية، لان الناحية التانية الموتور بيسخن اكتر، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر نبعد الكابل عن السخونة. كده هنخلصنا من الكهرباء، هنركب الارسيل ادريان بدل اهو. الادريان دوت 7 متر، على طول بشتغل بيه الارسيل ادريان بدل الكابل اللي جاي مع الوصلة اهو. اهو عديناه هنا من ورا الكاسيت، نزل تحت مشي في العتب، هيمشي معانا لغاية الشنطة برضو. يبقى الكهرباء والارسي بيمشي معانا لغاية الشنطة، من عند الكاسيت لغاية الشنطة، ومن عند البطارية لغاية الشنطة. اهو التلات كابلات طلعوا معانا، واحد ارضي جسم، واتنين واحد كهرباء، واحد باور انتنا، تمام. يبقى احنا كده وصلنا RC وكهرباء وارضي وباور انتنا. كده هنحط الكابلات وهنخلي الصباية على LBF مش HBF، LBF عشان خاطر تدي بيزا بس. تمام، LBF عشان تدي بيزا بس وتعليها. وهنروح نكمل قدام بقى توصيل عشان نركب الRD. زي ما انتم شايفين اهي مش واخدة اي مساحة في الشنطة نهائي، كأنها مش موجودة، وهتديك سنة البيزا اللي بتبقى ناقصة في السماعة. وادي الRD اهو ركبنا عليه، عشان طبعا الكاسيت الاصلي مفهوش RC من ورا. ركبنا RD على الكابل الادريان، الفلتر ده كويس، لان حتى لو في زنة او ونة في الصوت الRD دوت بيضيعها خالص، بيخفيها عشان فيه فلترين. كده احنا ركبنا اهو، وادي الصباية بعد ما خلصت. طبعا احنا مش هينفع نجرب الصوت عشان حقوق النشر، انا بوريكم بس اهم حاجة ان الصباية اللي بتركب في العربيات دي ايه. وادي التقفيل اهو، بنقفل الطابلوه زي ما كان من غير اي مشاكل او اي غلطات او اي تجريح في الطابلوه. بوريكم الصباية بتركب ازاي عشان خاطر الناس اللي بتقلق من العربيات الحديثة او الصباية بتاخد مساحة من الشنطة. لا، احنا جبنا لك اهو الصباية اللي ما بتاخدش مساحة من الشنطة نهائي، صباية انا كماشي 1000 واط.
كده احنا بنقفل الطبلة اهو. ودي كانت الصباية الالف نكماشي في CN7 2021. قفلنا كل حاجة، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وتابعونا عشان يوصلكم كل جديد.